بابا، حبيت نطلب منك حاجة بصح ما تخيبنيش. غير الخير يا وليدي. واش تقول جي معايا نروح نطلع على ود عمي في السبيطار؟ رؤوف، ماذا بيك ما تكلفنيش ندير حاجة فوق طاقتي. وعلاش يا بابا؟ يا أخي أنت عندك بروبليم مع أخوك ماشي مع وليد خوك. يكفي تروح أنت وحدك يا بابا. فكر مليح. قلنا يكفينا ما نزيدوش نتكلموا في هذا الموضوع. صح يا بابا، صح. ما تقلقش روحك بك. اش راك تقول يا بابا؟ رؤوف كان راح يدي حقه بلا مزيتك وبلا مزيت حتى واحد. وزد، رؤوف ماشي من الناس اللي تقدر تشريهم بالمال. عندك الحق يا وليدي، كنت جاهل. ديت حق خويا وحق دورك. راني خايف اللي حطيتني في هذا الروتيل وانني نطلع ونهبط. لو كان غير خوك بركي يسيب روحه. شوف، انا قررت. رؤوف كيما على بالك اليوم ما يطلقش على القضيه نتاع عمك. خير ان شاء الله. ماذا بيا نعرف واش جاب نيمرو تليفون هذا عند الزوجه نتاعي. هذا نيمرو تاع التليفون تاعي والكتيبه تاعي. هذا مشيت نحوس على واحد المراه ما لقيتهاش، خليت لها هذا نيمرو عند الجاره تاعها. ونقدر نعرف واش من علاقتك مع هذه المراه؟ كيما تعرف يا استاذ، كي مشيت لتنس عند عمي ديكوفريت بلي عندي اختي من بابا وما نعرفهاش. اختك من باباك؟ اسمح لي، نقدر نعرف وش يسموها؟ انا على حسب ما قالوا لي واسمها مريم. مريم؟ ايه مريم. واش كاين استاذ غير خير؟ مريم، رؤوف ما تقلقش واحكم في روحك. واش كاين استاذ؟ رؤوف راني رايح نقول لك واحد الخبر يطيرك من الفرحه. ايه فرحني معاك. واش كاين استاذ غير الخير؟ على بالك مريم هذه واش تكون؟ ايه واش تكون؟ اهدر يا استاذ، اهدر اهدر يا استاذ. مريم هذه زوجة تاعي. كيفاه؟ مريم اختي هي الزوجة تاعك؟ درك انا نقولها ولا ما نقولهاش؟ بالك لو كان نقولها خبر كيما هذا كاش ما يصرى لها. هاهو لازم نقولها. خبر كيما هذا ما خليش يبان. اليوم نقولها ولا وربي يجيب الخير. مريم، مريم. نعم. ارواحي. لا 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 لا، ريحي ريحي، عندي هضره معاك. مريم راكي شايفه نهار انا جيت رايح لتنس وانت قلتي لي ماذا بيا لو كان نجي معاك نزور البلاد اللي زدت فيها. ايه انا كنت ماذا بيا متمنيا نروح نشوف البلاد اللي زدت فيها، بصح ما عندي حتى واحد نروح لعنده. كيفاش هادو سنين كاملين عمرك ما جا في بالك باش تحوسي حتى ولو واحد من العائلة ديالك؟ علاش؟ انتي راكي مقطوعة من شجرة. كيفاش هذا؟ بعداك ما عندك لا خال لا جد لا عم. عندي عمي على حسب ما قالوا لي، بصح هو عمره ما حوس عليا ملي كنت في القماطة، راح يحوس عليا اليوم كي كبرت. بصح
ليه ماشي داري تسقسيني هكذا بزاف؟ واش كاين درك نفهمك. شفتي الحكايه تاع الورقه هذيك اللي عطيتيها لي وفيها رقم تليفون؟ ايه. وراكي حابه تعرف في سيد هذاك شكون اللي كان يحوس عليك؟ انا ماذا بيا. شوفي مريم، درك نقول لك واحد الخبر اللي بالك من جهه رايح يفرحك ومن جهه اخرى راح يدهشك. راك خلعتني، واش كاين؟ سيد هذا اللي كان يحوس عليك. هيه وش بيه؟ هو خوك رؤوف. خويا انا؟ خوك انت من لحمك ومن دمك. خويا رؤوف؟ يا سبحان الله، الدنيا مكاتيب، ربي خطط لكل شيء واختصر لك الطريق باش تلقاي والديك وتلقاي العائلة ديالك. استنى استنى استنى، ما تقول ليش هذاك اللي شفناه في السبيطار رؤوف هذاك؟ هو بدات يا مريم، هو اخويا. هذاك هو اخوك. يا سبحان الله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. على بالك النهار قتلوا على الخبر هذا مات بالفرحه. معناتها هو على باله؟ هو على باله وانا على بالي. غير انا ما على باليش. خويا خوك يا مريم. يا سبحان الله يا سبحان الله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. يا درا بروفيسور، وش نقول لك؟ العملية نجحت، نطلب ربي إن شاء الله يوفقنا. آمين. بارك الله فيك. شكرا بروفيسور. شكرا. هذا هو بابا اللي رباني الله يرحمه. الله يرحمه. وهذه يما الله يرحمها. الله يرحمهم. مريم درك خلاص انسي اللي فات، ياك راكي لقيتي العائلة تاعك. ها رؤوف الله يبارك، اب واخت، واش تزيدين فوق هاد الشيء؟ صح، الحمد لله الحمد لله يا ربي، الف حمد وشكر لك يا رب. عبالكم راني فرحانه فرحانه حتى نحس روحي خفيفه 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 كي الريشه. هي دوك قولوا لي كيفاش راح نخبر بابا؟ لا لا رؤوف حبس، ما تنساش باللي بابانا كي غير وين مر بازمه قلبيه. شوف انت روح خبره وروح له غير بشويه ومن بعد حنا نجو. عندك الحق يما. حتى اليوم باش عرفتي باللي باباك مازالو عايش؟ حتى اليوم يا وليدي الله، حتى اليوم باش عرفت اللي مازال عايش. شوف رؤوف، خليوها الغدو ان شاء الله. تعرف كيفاش ندير انا؟ بعد الخدمه ديالي نروح نجيب الولد من ليسي، ديرها سبعة سبعة ونص، بربي ان شاء الله يكونوا عندكم. الله يبارك ان شاء الله. على رانا نستناو فيكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام يا ولدي. لو كان طرحت لي شوية ماشي خير؟ واش من راحة تجي يا وليدي؟ راك تشوف راني مغبون على خوك، وقلت نقرا شوية قرآن. ما تحسيش ربي ينزل لي شوية الرحمة في قلبي. ربي حنين وكريم يا بابا، راك تشوف الفرق بين البارح واليوم. راني شوف يا ولدي، راني شوف. الحمد لله هاو دار العملية ونجحت. نجحت؟ الله أكبر الله أكبر، الحمد لله يا ربي الحمد لله. الله أكبر، إن شاء الله ربي يعيشكم هي. آمين يا رب العالمين، وربي يخليك لنا يا بابا الأساس. إن شاء الله يا ولدي، راك فرحتني، ربي يفرحك. روح. أنا أخليك بابا. روح ولدي روح. كاش ما تحتاج عيط. روح ربي يفتح حالك. آمين إن شاء الله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. طولوها. راك متأكد بلي قالوا لك يجوا على السبعة؟ وعلاش راك مقلق روحك يا بابا؟ قالوا لي ما بين سبعة سبعة ونص يكونوا هنا، وتقلق علاه؟ هذا شحال وانت صابر، واليوم كي راهي جاية بنتك باش تلاقيها راك مقلق. ما راني
عام جاو روح الباب روح الباب اه يا زمان عشنا كمرار وقلوب حيراتك وقت بنار اه يا زمان عشنا كمرار وقلوب حيراتك وقت بنار ودموع سيله تحكي اسرار ودموع سيله تحكي اسرار وزايده الغربه فينا تكبر وزايده الغربه فينا تكبر يما الله يرحمها حكت لي على كل شيء. كي كان على بالك بكل شيء بنتي علاش ما حوستيش عليا؟ بابا يوسف الله يرحمه والله غير قال لي حوسي على باباك. اسمح لي يا بابا انا كنت نحبه بزاف ونعزه خفت نحرجه والله العظيم غير كان يحبني كيما بنته وخفت كي نصيبك تديني نعيش عندك ونخليه وحده البالك من اللي ماتت يما راهو وحده ما عنده حتى واحد. انا فاهمك يا بنتي فاهمك والله يرحمه ويوسع عليه في هذيك الدار الله يرحمه. انا اليوم الفرحه نتاعي الكبيره هي اللي حوت لقيت بنتي. اسمح لي يا ولد عمي الشي اللي عملته وقع فيك زطاتتني الدم ديالك. ما تدير والو ما تدير والو في بالك احنا ولاد العموم دم واحد. عمر خويا راني حارف كماشي وليدو ما نديرش لوبيراسيون بابا ما تخليش الفرصه تروح من يدك. جيت تخبرني بلي خويا مات دروك كي ولينا في رزق باباك هما لا ماذا بيك تخرج من داري روح اخرج من داري شوف شوف دار الشرع كبيره وتلجم تروح تشكي دير اللي يهلك انا نقبل تخرج من داري ضرب واش من الخير اين عاد بو هذا الخير اين عاد بو هذا الخير تاعك اعطي له حقه فهمت خير ما تخرج في ولادنا وكنت بلعي فمك انا هذا الشيطان يا بابا انا هذا الشيطان عمرك ما سكتك علي انت يا سكتي قلت لك ما تدخليش روحك انت يا برا برا يا بابا خمم مليح هاك فهمت صح باش انا يا ولادي انتوما اللي راكم رايحين تقوموا بهذه المهمه انا خاطر انا حالف ما حطش رجلي في هذيك الدار انت دير الوجه بتاعك هذا ولادي اما انا نعرف واش ندير ما تخلوش عليا جباتك لا تعادي خوك
اسمح لي الدنيا غدارة والشيطان شاطر هولني اسمح لي الدنيا غدارة والشيطان شاطر هولني اسمح لي قبرين ماك لو تفنى فيه باباك. السلام عليكم. السلام عليكم. شي اللي معذبني ضميري اللي بابا مات وما حضرتش في دفينتو. هي لو كان زماني عاود يولي تضطر ما عند رجليه نبوس له راسه ويديه وقلوا يا بابا سامحني سامحني يا بابا سامحني. لي فات مات لي فات ما يولي نطلب منك طلب منه الرحمة وقل عليه الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون ربي غفور رحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. يا أخويا يعطيك الصحة على العرضة هذه يعطيك الصحة. أنا ذا العرضة قلت ليك أنت وخوك قيد ربي بكم الخير وصالحتهم. الله يسلمك. وباني راح ندير وعده لوليدك ينجح ان شاء الله هذا العمليه ونجح. باي دير لنا وعده. واه شوف نديروا حاجه نديروها وعده سيدي معمر. الله يبارك. هيا تبقى على خير. بارك. تبقى على خير بنتي. الله في روحك. الحاج الله في روحك. باي باي. على خير. واش نقول لك يا بنتي؟ الله يجازي عمك هو اللي فرق باباك مع يمك. عمك ما داش بالوصايا اللي خلاها لك جدك. هذه هي الحكاية يا بنت العزيزة. وانت يا الهرابة أنا كرت عسلك ما حوشتش عليا. يا أما العالية والله غير دايما راكي في بالي غير عمري ما نسيتك. بس واش تحبي هذه شغالات الدار الخدمة الولد يقرا والله ما ريحت والله ما ريحت وهاني جيت درك عليك. ها سمحي لي برك. ما عليش أنا سامحك. الله يسمح يا بنتي راني مسامحات. رعوف صحة وليدي رح تجيبي داخل الكاتب باش نوري لها يماها الله يرحمها. درك رح نجيبها. راكي تشوفي هذه يماك عايشة اللي رحت انا وياها للحج الله يرحمها. صح رحتو كيف كيف هاي تصويرة مبينة. يا لالا ويا تركيا وانا سمعت البندير نصاحة ولا درية وتعاونيني بالخير. يا مينة يا مينة راني جبت لك واحد خبر يفرحك. ايه خير هاد الخبر. ها غير الخير غير الخير يا لالا. واش نقول لك خوك العزيز الحاج الطيب كما يقولوا واش صرا له ثاني خلاص وهداه ربي يا لالا وهداه ربي لو راح يعطي لكم كحكم. كي لحقت له العظم وطاح وليده ومرمي في السبيطار. باش خمم علينا بعد 40 سنه بان عيسى عور.
اخلص يا لله، علاش تكبريها كاع؟ اخلص اخلص، اهدها ربي. درك واش نقول لك حبي؟ شوفي وليدنا الامير رايح يدير فيها بابور، واش نقول؟ قول جا بابور ماشي فلوكا، ورايح نزوجو باذن الله. هذا خبر مليح، هذه عليها تولويلة. Thank you.